أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في إطار احترام الحياة الشخصية وكذلك مبادئ الإنسانية، احترام الحريات الخاصة والحريات العامة للأفراد، عكفت وسهرت الدولة الجزائرية على تقنين حماية البيانات الشخصية للمواطنين وكذلك حتى المؤسسات الخاصة والعمومية. منذ سنة 2018 تم إصدار قانون خاص بحماية البيانات الشخصية للأفراد. مشاهدينا الكرام، هذا القانون مر بعديد الإصلاحات وعديد المراحل، وها هو اليوم يدخل حيز الخدمة عبر إطلاق موقع إلكتروني خاص بهذا. فكيف سيتم أو تتم عملية حماية البيانات الشخصية؟ وأيضا ما هي الإيجابيات وحقوق المواطنين في كل هذا؟ وكيف يحمي الإطار القانوني الشخص الذي يقوم بحماية البيانات الشخصية؟ مشاهدينا الكرام، في ظل كل ما يعيشه العالم من أزمات تكنولوجية وحروب تكنولوجية، باتت السيادة الرقمية أمرا ضروريا لدى كل الشعوب التي تحترم نفسها، والجزائر تعول على أن تثبت لأنها من الكبار في مجال السيادة الرقمية. بعد الجينيريك سنتطرق إلى هذه الإشكالية وسنتحدث عن قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد. ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية مجمع شركات حسناوي. أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذا العدد الجديد من رأس المال مع هدى على قناة الاقتصادية الأولى. هذا التولك الاقتصادي الذي يأتيكم بصفة يومية عدا يومي الجمعة والسبت بدءا من الساعة 8 بتوقيت الجزائر. إذا مشاهدينا، خلال هذا العدد سنتحدث عن قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، ومن ثم سنتحدث أيضا عن الكيفيات والحقوق التي يتميز بها المواطن في ظل كل هذا. أما في فقرة 120 درجة فسنتحدث عن الاستثمار والتصدير من الجزائر بعيون الأجانب على خلفية تنظيم أحد الأحداث الاقتصادية التي تهتم بهذا. مشاهدينا الكرام، دون إطالة نبدأ برنامجنا من فقرة نوتيتيا. إذن مشاهدينا الكرام، سنشرح لكم خلال هذه الفقرة أهم النصوص التي يتضمنها قانون حماية البيانات الشخصية، وهو قانون 0718 صدر في شهر جوان 2018، وهو اليوم يدخل حيز الخدمة. أهم ما جاء في هذا القانون سنتطرق إليه، فهو يعنى بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي أحد أهم مساعي المشرع الجزائري لتحديث المنظومة التشريعية الوطنية. قانون يرمي إلى معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مهما كان مصدرها أو شكلها، في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة. أيضا ملء الفراغ الذي يشهده قانون العقوبات الجزائري في هذا الصدد من خلال نصوص التجريم والعقاب عن كل فعل يمثل اعتداء على عملية معالجة المعطيات الشخصية، وتعد أهم أهداف هذا القانون. الجديد في الأمر فقط أنه هذه المرة القانون سيهتم أيضا بالشق الاقتصادي، أي بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية. هناك مفاهيم عديدة تم التطرق إليها في هذا القانون حين ذاك، يعني خلال سنة 2018، بغرض كشف اللبس عنها ومحاولة شرحها على غرار مفهوم معالجة المعطيات، الشخص المعني، الاتصال الإلكتروني والمعالج من المعطن. معالجة المعطيات الشخصية تكون لطرفين، هما الشخص الطبيعي المعني بالمعالجة والمسؤول عن المعالجة الذي يكون شخصا طبيعيا أو معنويا أو أي كيان آخر يقوم وحده أو بالاشتراك مع الغير بتحديد الغاية من المعالجة ووسائلها.
أيضا المعالجات الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالصحية الرامية التي إلى تحليل ودراسة النشاطات المتعلقة بالصحة تعد من أهم أحكام هذا القانون. أيضا مشاهدينا نواصل ضمان السرية في معالجة بيانات الشخص المعني والحصول على موافقته من المبادئ الأساسية لهذا القانون. إجراءات رئيسية تنسيق عملية معالجة البيانات تتمثل في تصريح مسبق يتضمن للالتزام بمبادئ هذا القانون في عملية معالجة البيانات وأخذ ترخيص من السلطة الوطنية في إطار احترام وحماية الحياة الخاصة والحقوق والحريات الأساسية للأشخاص. وسنتطرق فيما بعد إلى نقطة السلطة الوطنية. هناك مجلس يتم تعيين أفراد هذا المجلس وفق ميكانيزمات وآليات أيضا معينة. إذن إنشاء السلطة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي متشكلة من 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية وثلاثة قضاة أيضا يقترحهم المجلس الأعلى للقضاة من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة. من أهم الآليات التي جاء بها القانون رقم 0718 تتكون هذه السلطة من عضو من كل غرفة من البرلمان وممثل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء آخرين يمثلون كل من وزارة الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية، الداخلية والصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والبريد والمواصلات ووزارة العدل. وهي في المجمل مجمل القطاعات التي تكون أو تحتوي على البيانات الخاصة للمواطنين. حسب القانون الجرائم المتعلقة بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي تعد من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها بموجب الفصل الثالث من الباب السادس في المواد 54 وحتى 74 حيث اعتبرها على أنها جنح في نص المادة 73. عقوبات جزائية تتراوح من 6 أشهر حتى 5 سنوات حبس وغرامات مالية من 20,000 دينار جزائري إلى 1,000,000 دينار جزائري لكل الجرائم المتعلقة بالبيانات الشخصية بكل أنواعها وأشكالها. أيضا وفقا للمواد 33 حتى 37 يتمتع المعني بمعالجة بياناته الشخصية بمجموعة من الحقوق تتمثل في الحق في معرفة هوية من سيقوم بمعالجة بياناته والحق في الاستفسار عن العملية، الحق في تصحيح أو مسح المعلومات التي تكون مغلوطة والحق في رفض معالجة بياناته الشخصية والحق في منع الكشف المباشر لبياناته الشخصية دون طلب لإذنه. يلتزم أيضا المسؤول عن المعالجة بضمان سرية وسلامة المعطيات وحمايتها من التلف أو الضياع والسرقة وكذا عدم نقل المعلومات إلى دول أجنبية إلا بترخيص من السلطة الوطنية حسب كل من المادة 38، 44 و 45 من ذات القانون. حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأمينها جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة الجزائرية في ظل وضع مختلف الآليات القانونية والتشريعية لتنظيم عملية معالجة المعلومات والتصدي للآثار المترتبة عن التطور السريع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتي أصبحت تهدد سمعة وشرف الأشخاص. كانت هذه مجمل النقاط التي شملها هذا القانون. اليوم سنتطرق إلى الوجه الآخر لهذا القانون بما أنه دخل حيز الخدمة أخيرا عبر إطلاق موقع إلكتروني. سنتطرق إلى كل هذا رفقة الضيف الكريم، لكن بعد هذا الفصل الإشهاري ابقوا معنا. إذن مشاهدينا أرحب بكم من جديد في هذا العدد من رأس المال مع هدى، وسنتطرق إلى موضوع كما سبقنا وذكرنا عند بداية البرنامج، سنتحدث عن حماية المعطيات الشخصية للأفراد والقانون الخاص بهذا قانون 18-07. إذن مشاهدينا
للحديث عن هذا الموضوع وأيضا لكل ما يخص هذه النقطة. أسعد كثيرا باستضافة الأستاذ الخبير في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، مؤلف كتاب حول الحكومة الإلكترونية في الجزائر، الأستاذ تاج الدين بشير. أهلا بك أستاذ. أهلا أستاذة هدى، وتحياتي لجميع المشاهدين. شكرا لك أيضا على تلبية دعوة قناة الاقتصادية الأولى. بداية أستاذ، نحن نريد أن نعرف هذا القانون للمشاهد الكريم، لكن في جينجل توبيك. إذن أستاذ تاج الدين بشير، اليوم المشاهد أو المواطن لما يتبع البرنامج يقول عما يتحدثون، ما هو هذا القانون؟ إنه فيه العديد من القوانين، لاحظوا إنه المواطن ما يكونش عنده إطلاع عنها. صحيح. إذن القانون 1807 هو قانون أصدر في 2018. نعم. لكن في مادته 75 تقول باللي هذا القانون راح يدخل في حيز التنفيذ سنة بعد تنصيب أعضاء السلطة الوطنية. نعم. لحماية معطيات ذات الطابع الشخصي. نعم. والسلطة الوطنية تنصبت في 11 أوت 2022، يعني هذا القانون أصبح ساري مفعول في 10 أوت 2023. القانون هذا بزاف الأشخاص يحسبوا أنه حماية سيبرناتيك اكسيتيرا، يعني حماية من ضد الهاكرز. لا، هذا القانون جاء يحمي معطيات الأشخاص التي يعالجها الإدارات والشركات وكذا، يعني جاي يعطي حماية للأشخاص هادو في حياتهم الشخصية. مثلا اليوم المواطن الجزائري يقوم بالتسجيل في منصة عدل. نعم. ثلاثة، القانون يكفل أنه هو يتكفل بحماية معطيات المواطنين المسجلين. القانون يعطي القواعد التي يجب على المسؤول عن المعالجة مثلا في حالتنا هذه مؤسسة عدل، كيف أنها تحدد القواعد التي تحمي بها معطيات هذه الأشخاص. نعم. في معالجة معطياتهم. نعم. حتى مثلا في مصالح الموارد البشرية في أي مؤسسة في أي إدارة. نعم. كلهم عليهم أن يطبقوا القواعد التي جاء بها القانون، وهذا القانون جاء يعطي هذه القواعد لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذلك يعطي قوة للأشخاص على معطياتهم. نعم. يعطيهم حقوق على معطياتهم، وراح نشوفوها في هذا الحصة إن شاء الله. نعم. طيب، الشيء الجميل أنه يعني حسب القانون، هذا القانون دخل حيز الخدمة، يعني أي إنسان تتعرض معطياته والبيانات الشخصية لأنها تسرب، يعني في حقه أنه يقوم بالمتابعة القانونية. صحيح. ولازم نعرفه أولاً أنه الدستور في مادة 47. نعم. قد ضمن هذا الحق، قال لك في الدستور في المادة 47 لكل الإنسان الحق في حياته الشخصية وشرفه، في حماية حياته الشخصية. نعم. وشرفه. نعم. وكذلك في نفس المادة قال لك باللي لازم المعالجة حماية الأشخاص في معالجة بياناتهم حق أساسي للأشخاص هادو. نعم. لكن ما كانش عندنا الإطار القانوني اللي يسمح لنا باش نطبقوا هذا ما جاء به الدستور. جات هذا جاء القانون 1807 ليكرس هذا بالقواعد اللي لازم يطبقها المسؤول عن المعالجة، والحقوق الذي يضمنها القانون للأشخاص هادو. إذا اليوم أي جهة كانت حكومية خاصة تجارية تجمع معلومات الأشخاص، تجمع معلومات المواطنين، عليها أن تحترم القواعد اللي جاء بها القانون، والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي عليها أن تراقب هذا المسؤولين عن المعالجة في معالجة البيانات، هل هم يطبقون ما جاء في القانون أو مخالفين له. ولازم نعرفه كذلك أنه القانون جاء بعقوبات، يعني بعقوبات صارمة. نعم. عقوبات أولا إدارية، أخفها الإنذار وأكثرها 500,000 دينار. نعم. ولكن جاء بعقوبات جنائية. نعم. الجنائية أقلها 2 شهر حبس وأكثرها 5 سنوات سجن. يعني اللي ما يتماثلش وما يتطابقش مع القانون اليوم عليه أن يشوف باللي كاين العقوبات خطيرة جدا على هذه، لازم يتطابقوا مع القانون. والحق السلطة الوطنية أول ما تنصبت بعد مدة أشهر داروا الموقع تاعهم anpdp.dz،
والموقع يعني جيد وفيه معلومات مفيدة وفيه حتى إمكانية التصريح مباشرة على الموقع، واليوم رانا نصرحوا مباشرة في الموقع بكل سلاسة. يعني خدموا خدمة مليحة للسلطة الوطنية، والمعلومات متوفرة للأشخاص وللمعالجين المسؤولين عن المعالجة. يعني أي شخص حاب يشوف الحقوق تاعو يذهب للموقع يشوف الحقوق تاعو، وأي مسؤول عن المعالجة يشوف واش هي الحاجات اللي لازم يديرها باش يتطابق مع القانون يدخل للموقع وراح يصيب واش لازم يدير. طيب أستاذ تجدين بشير، قبل أن نتحدث عن أهداف هذا القانون، أنا عندي سؤال. أنت تكلمت وقلت أنه كل المؤسسات ذات الطابع التجاري والغير التجاري التي تحمل معلومات خاصة بالمواطنين، مثلا شركات مثلا بالنسبه للتجاره الالكترونيه، احيانا يعني ندخل بياناتنا الشخصيه في مختلف التطبيقات ومختلف صحيح. يعني معاملتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، هل ينطبق عليها او يطبق عليها هذا القانون؟ طيب، على من ينطبق القانون؟ القانون ينطبق على اي مؤسسه او هيئه اداريه او تجاريه اللي تجمع معطيات ذات الطابع الشخصي وتعالجها بطريقه يدويه. يعني ورق، حتى اللي يعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي عن طريق الورق مطلوب منه انه يتطابق مع القانون، او بطريقه الكترونيه. يعني عن طريق موقع الكتروني، انت كي تذهبي الى موقع الكتروني وتطلبي شيء باش تشريه راح تدخلي معطياتك. هذا المسؤول عن الموقع الالكتروني عليه انه يطبق بعض القواعد باش يكون مطابق للقانون، والا ما حش يكون مطابق للقانون. واليوم الكثير بلا ما نقولش 99% من المواقع الالكترونيه غير مطابقه للقانون، لازم تطابق مع القانون. اليوم لازم نعرفوا باللي يعني المؤسسات الخاصه والعامه اللي راهي تطابق روحها قليله جدا. لماذا قليل؟ لانه الناس ما مش عارفين هذا القانون، وهذا الحصة راح تعرف بهذا القانون أنه لازم تطابق، ولازم تعرف كيفاش تطبق القواعد باش تحمي المعطيات ذات الطابع الشخصي. تحميها من ماذا؟ أولا تحمي الحياة الشخصية تاع الإنسان هذا اللي تجمع معلومات، والخصوصية تاعو. أنا يا أنت مثلا تخدم في مصلحة الموارد البشرية، راح تعرف عني عدة أشياء. راح تعرف عندي عدد الأولاد، راح تعرف عن رقم التعريف الوطني تاعي، باش راح نعطي لك بطاقة التعريف تاعي، شهادة الميلاد تاعي، راح تعرف عني عدة معطيات. أنت كمسؤول عن المعالجة عندك الحق تعالجها، ولكن ما عندكش الحق تسربها لأي شخص واحد آخر، حتى ما عندكش الحق تهدرها لزميلك في العمل اللي ماهوش مختص في الموارد البشرية. هذا أولا. ثانيا كذلك لازم تحميها حتى لا يكون استعمال مثلا باش ندير بها حاجة إجرامية أو انتحال شخصية. اليوم ملف الموارد البشرية تاع أي شخص أو فيه الصورة تاعو، شهادة الميلاد، بطاقة التعريف الوطني، نقدر نستعملها باش ندير أغراض إجرامية، انتحال شخصية الإنسان أو استعملها. إذا القانون جاء يحمي الأشخاص من هذا. كذلك القانون جاء اليوم راكي تشوفي باللي العديد من المعاملات الإدارية والتجارية رانا نديروها عن طريق الإنترنت. إذا اليوم لازم يعطي هذيك الثقة، يوضع الثقة بين المواطن والمواقع الإنترنت اللي تتعامل معاه، باللي كي يعطي لها المعطيات تاعها هي تحفظ هذه المعلومات. يعني أنا كشخص كي نروح مثلا أي موقع تجاري، عندي زوج مواقع تجاري يبيعوا نفس المنتج، أنا راح نخير الموقع اللي المطابق مع القانون 18.07 اللي يحمي لي معطياتي، وما نخيرش الموقع اللي مانيش عارف واش راح يدير المعطيات تاعي. هذا هو الأهداف الأساسية تاع القانون. طيب هذا القانون على من يطبق تحديدا؟ يطبق على المؤسسات التجارية الخاصة والعمومية، يطبق على الدوائر الحكومية، الإدارات، الوزارات، أي إدارة اليوم تتعامل بالمعطيات ذات الطابع الشخصي عليها أن تتطابق مع القانون، حتى ولو كانت وزارة، حتى ولو كانت رئاسة جمهورية، حتى
إلا بعض الفئات اللي حددها القانون مكتوبة في القانون، هذوك ما مش عليهم يطبقوا القانون. ما هي هذه الفئات؟ مثلا الفئات مثلا لاكناس بالضمان الاجتماعي، القانون قال باللي ما يطبقش عليه، ربما يطبق عليه قوانين أخرى، لكن القانون خرجوا من دائرة التطبيق. مثلا كل ما هو أمن ودفاع عن الوطن كذا ما نقدرش نطبق عليه القانون. والقانون هذا يطبق على المؤسسات الوطنية وحتى المؤسسات اللي موجودة في الخارج، ولكن وسائل المعالجة تاعها موجودة في الجزائر. مثلا عندك موقع، ناخذ مثلا ألي إكسبرس اللي يبيع لك هو في الصين، نعم، ولكن وسائل الإدخال تاع المعلومات تاع الشخص راهي هنا في الجزائر. إذن القانون يطبق عليه، القانون يطبق عليه، لكن كيفية تطبيق القانون عليه هذاك مشكل واحد آخر. مي قانون كما جاء اليوم يطبق على وسائل التواصل الاجتماعي، كلها تجمع معلومات الجزائريين بكثرة. نعم. اليوم تأخذ فيسبوك، تأخذ إنستغرام، تأخذ تيك توك، كله راهو يجمع معلومات، وهذا الشركات هذا ينطبق عليها القانون، يفرض عليها القانون أيضا أن يكون لها ممثل في الجزائر. إذن القانون ينطبق على الجميع. المهم انك تجمع معلومات، وسائل الجمع راهي في الجزائر، اذا يطبق عليك القانون. نعم. نعم. ونفس الشيء يعني باش نشوفوا لو ار جي بي دي، القانون تاع اوروبا اللي يحمي المعطيات الطبع الشخصي اللي مكافئ للقانون تاعنا 1807، نفس الشيء ينطبق على جميع الشركات والمهيئات الموجوده في اوروبا، وينطبق على الشركات اللي خارج اوروبا ولكن تجمع معلومات الاوروبيين. نعم. كيف يجب تحسيس المؤسسات او الشركات الجزائريه بضروره تطبيق هذا القانون؟ اليوم شوف كما تعرفي القانون هو القانون. نعم. يعني نول نيسونسي انيوري لا لوا، يقول لك لا احد يجب ان يجهل القانون. نعم. القانون راه موجود. السلطة الوطنية راهي تقوم بعملية تحسيسية، راهي نشوفوا في الموقع تاعها راهي دارت عدة موائد مستديرة مع عرضت فيها الوزارات وتكلمت معاهم عدة وزارات ودارت في الموقع تاعها. كذلك مهمتنا حنايا كمسؤولين في التكنولوجيا، خبراء في التكنولوجيا، انه نتكلم على هذا الموضوع باش الناس تكون واعية، وباش الأشخاص كذلك يعرفوا حقوقهم اللي احنا نتكلموا عليها في هذا الحصة إن شاء الله. نعم. طيب بما أنك تحدثت على الحقوق، أنا أيضا أريد أن أعرف الحقوق التي يستفيد منها المواطن الجزائري في هذا الإطار. شوف القانون جانا بمبادئ وجانا بحقوق. حبينا نتكلموا على الحقوق. أوكي. إذن أخي المواطن، القانون هذا جاي يحمي لك المعلومات تاعك وعطالك أربع حقوق أساسية. الحق في الإعلام، وش معناتها؟ معناتها أي هيئة، مؤسسة أو واحد يجمع لك معلوماتك لازم أولا يقول لك شكون هو، يعرف بنفسه بطريقة واضحة، أنا مؤسسة الفلانية المتواجدة في بالسجل التجاري رقم، نجمع معلوماتك لأي أغراض، لأي أهداف. لازم تقول له في قبل الجمع تقول له ما هي الأهداف التي من أجلها ستجمع معلوماته، تقول له باللي راح نجمع معلوماتك باش نبيع لك المنتج هذا، باش نبعثه لك عن طريق الانترنت، باش ندير لك فاتورة، تعطي له كاع الأهداف. وتقول له كذلك لمن راح ترسل المرسل إليهم معلوماتك، هذا لمن راح نرسلها. راح نرسلها مثلا في موارد البشرية، نقول للموظف راح نرسل معلوماتك للضمان الاجتماعي، راح نرسل معلوماتك للضرائب، راح نرسل معلوماتك لطبيب العمل. دونك هذو الثلاث الحاجات الاولين في حق الاعلام. نعم. القانون جاء ثاني اعطى حق واعطى قوه للشخص على معلوماته، واعطاه حق الولوج. حق الولوج ما معناتها؟ اي شخص يقدر يروح لاي هيئه يطلب منها هل انت تعالجي معطيات ذات الطابع الشخصي، وهذيك الهيئه لازم تجاوب بنعم او بلا، ويقدر يطلب منها اعطيني معطيات ذات الطابع الشخصي لك تعالجيها لي، ولازم تعطيها له بطريقه واضحه، يعني تعطيها له بطريقه اللي يتمكن منها من يقراها بدون تقنيه وبدون جهد. نعم. هذا الحق الثاني. الحق الثالث هو حق التصحيح. نعم. اليوم
هذا القانون أعطى للشخص الحق في أن يطلب تصحيح معلوماته من الهيئة التي تعالج المعلومات. اليوم ركبت اسمي خطأ، أنا نقول لك هاي لك حق التصحيح، وفي هذا حق التصحيح القانون حدد المهلة التي عليه مسؤول المعالجة شحال باش يدير التصحيح، عطات له 10 أيام. 10 أيام، وإلا سيلجأ المواطن أو الشخص إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات الطبيعي الشخصي التي هي بموجب القانون مكتوبة في الحق، هي عليها أن تتابع هذه القضية وتعلمه بما مصير الطلب بتاعه. هذا الحق الثالث. الحق الرابع هو حق الاعتراض. اليوم راني راك ترسل لي ارساليات بار ايميل ماركتينغ اللي انا مانيش حاب نتقبلهم، لازم نبقى نقبل ندير لك حق الاعتراض وتقبل حق الاعتراض، والا القانون راح يعاقبك، والعقوبات جايين في القانون اذا ما طبقتش الحقوق هذه. يعني القانون اعطى حقوق للانسان واعطى قوه للشخص على معطياته. ولازم في حق الاعلام، مادام حكيت لك على الحقوق الثلاثه الاخرى، اذا في حق الاعلام لازم كذلك نعلم الشخص، نقول له باللي القانون اعطالك 3 حقوق، لازم نقول له نعم باللي القانون اعطالك 3 حقوق، حق الولوج وحق التغيير التصحيح وحق الاعتراض، وهاي لي كيفاش تقدر تمارس هذا الحق. اذا يفرض علي القانون في حق الاعلام نقول له شكون انا اذا كنت انا معالج، انا المؤسسه الفلانيه، راني نعالج لك معطياتك للاهداف الفلانيه، راني نشارك معطياتك مع المؤسسات الفلانيه، وعندك الحقوق التاليه حق الولوج حق التغيير وحق الاعتراض، وهاي لي كيفاش تقدر تمارس هذا الحقوق معايا. نعم هذا هو الحقوق. طيب قبل أن نتحدث أيضا عن المبادئ الأساسية التي جاء بها القانون، أنا عندي سؤال من نوع آخر. إحنا قلنا أنه القانون يكفل تأمين وحماية معطيات الأشخاص يعني المواطنين، بالنسبة للشركات والمؤسسات الاقتصادية من يكفل حماية بياناتها؟ أستاذة هدى، القانون مش يكفل حماية المعطيات، القانون يحدد القواعد اللي لازم يطبقها المسؤول عن المعالجة باش يحمي المعطيات. لكن في بالنسبة للمؤسسات ولا المؤسسات الخاصة عليها أن تقلبلك اليوم القانون هذا يفرض علينا التصريح. نعم. لازم نقول للمواطنين خاصة المسؤولين عن الشركات والمسؤولين عن الإدارات، اليوم أي معالجة تديرها عليك أن تصرح بها في موقع anpdp.dz للسلطة، وهي تعطي لك وصل بقبول التصريح تاعك. نعم. وإذا كنت تبعث للخارج لازم تدير مشي تصريح، لازم تدير دوموند اوتوريزاسيون. إذا اليوم جميع اللي ما الشركات ولا الهيئات اللي ماهيش تصرح راهي غير مطابقة للقانون، بدون ما تحوسوا على المبادئ واسكو طبقت المبادئ ولا، ما دام ماكش مصرح للهيئه للسلطه الوطنيه لحمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي، يعني ماكش مطابق للقانون. اليوم جميع الشركات جميع الهيئات، شفتي هذاك استاذه هدى هذاك الكيوسك اللي يبيع لي بيوس شريحه تاع الهاتف، باش يبيع لك شريحه تاع الهاتف ياك يطلب منك نسخه عن بطاقه التعريف الوطني ويعمر هو ما ب ب ب استبيان باش يبعثوا للشركه تاع الاتصالات. هو كذلك راه مطلوب منه يتطابق مع القانون ويصرح ما دام يجمع معلومات. لو يجمع معلومات اذا راك لازم تطابق مع القانون. هذه المعلومات راني نعطي له، راني نعطي له بطاقه التعريف الوطني النسخه تاعها، على بالك بطاقه التعريف الوطني راهي فيها اللقب والاسم تاعي ورقم التعريف الوطني تاعي ورقم البطاقه تاعي والصوره تاعي، دونك معلومات مهمه راهو يشدها هذا الشخص. اليوم القانون يفرض عليه يطبق الموجهات فيه المبادئ في هذا القانون باش يحمي المعطيات. القانون جانب مبادئ، والسلطه الوطنيه تراقب ان المعالجين اللي يعالجوا المعطيات اسكو راهم يطبقوا القانون ولا لا. لو اول مراقبه هي التصريح، لازم تصرح لي باش نشوف اسكو راك مطابق للقانون ولا لا. وحنا ما عرفناش ما هي المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالك المواطنين مازال ما هوش فاهمين. المعطيات ذات الطابع الشخصي هي اي معلومه تحدد لي شخص بعينه، شخص طبيعي
مثلا بطريقه مباشره، كي نقولوا مثلا هدى جمعي، راني حددت الشخص بطريقه مباشره. نعم. اوكي. بطريقه غير مباشره، لو كان يكون عندي رقم الضمان الاجتماعي تاعك نقدر نلحق لاسمك. صحيح. اذا رقم الضمان الاجتماعي هذا معطيات ذات طابع شخصي. بمجموعه معطيات نقدر نحدد الشخص. مثلا كي نقول هدى، هدى في الجزائر كاين بزاف هدى. نعم. كي نقول هدى التي تعمل في الاقتصاديه الاولى ومقدمه برامج، راني حددتك. اذا راني حددت الشخص. اذا مكان العمل تاعك والمهنه تاعك اصبحوا معطيات ذات الطابع الشخصي، لان بهم قدرت نحدد الشخص. اذا هذا هو المعطيات ذات الطابع الشخصي. كذلك القانون جانا بالمعطيات الحساسه وقلنا باللي هذا ممنوع تستعملها الا في حالات خاصه، وهي مثلا الحاله الاصل الاثني او العرقي تاعك مثلا. نعم. ممنوع تستعملها. مثلا قبايلي عربي شاوي ممنوع تستعملها. الاعتقادات الدينيه والفلسفيه، اسكو انا سني اسكو انا شيعي اسكو انا اتي غير مؤمن اكسيتيرا، ممنوع نستعملها. الانتماء الحزبي او السياسي. نعم. ممنوع نستعملها. الانتماء النقابي، اذا كانت عده نقابات. نعم. كيف ممنوع نستعملها. والمعلومات الصحيه والمعلومات الجينيه. وعلاش القانون في الاربعه الاولى هذيك رفض نستعملها؟ مثلا الانتماء الحزبي. تخيلي انت عندك مسؤول عن الموارد البشريه اللي هو اللي راح يدخل العمال، يجيه زوج سيرات ذاتيه. نعم. السيره الذاتيه الاولى مكتوب فيها باللي انا يا افلان، والسيره الذاتيه الزوجه مكتوب فيها اراندي. نعم. وانا نكون انا المسؤول عن باش ندخل الخدامين، انا نكون افلان. حاجه يعني بطبيعته الانسان راح يخير هذه. اذا باش ما نديروش التفرقه، القانون قال لك لا الاثني والعرقي، لا الحزبي، لا الديني، لا النقابي، ما تقدرش تذكره، ممنوع تذكره. اما بالمعطيات الصحيه والمعطيات الجينيه للحفاظ على الخصوصيه. نعم. انايا عندي مرض فلاني، ماشي لازم تعرفوا نتايا، حتى ولو كنت في الموارد البشريه، طبيب العمل هو اللي يقدر يعرفه ويبعث لك يقول لك هذا ممكن يعمل هذا العمل ولا ما ممكنش يعمل هذا العمل. اما انت كمعالج القانون ما عطالكش الحق. ورانا شفنا السلطه الوطنيه رفضت لبعض التصريحات اللي كان المسؤول عن المعالجه قال باللي انا نعالج معطيات ذات الطابع الشخصي الصحيه. قالت له لا، المعطيات الصحيه يعالجها طبيب العمل وفقا للقانون الفلاني. يعني مثلا في سياسة التوظيف في العادة يكون في الملف هناك يعني ملف صحي خاص. نعم. الملف يكون تابع لطبيب العمل ولا؟ برافو عليك. إذا اليوم ما تقدرش تمد المعلومات الصحية تاعك للمسؤول عن التوظيف، تمدو يبعتك لطبيب العمل هو اللي يجري عليك الإجراءات ويشوف كما احنا نسميوها يعني في بالعامية لا فيزيت دومبوش. لا فيزيت دومبوش يشوفها طبيب العمل. وطبيب العمل كي يبعث للمسؤول عن التوظيف ما يقولوش باللي فلان عنده المرض فلاني ما يقدرش يعمل هذا العمل. ولا يقول له باللي هذا فلان ابت ولا انابت، يعني قادر او غير قادر يدخل لهذا العمل. هذا واش يعطي له المعلومات. هذه هي حماية راك تشوفي كيفاش القانون جاي يحمي خصوصية الشخص. انايا عندي مرض بعيد الشر عليا، ما تقدرش انتايا تعرف هذا المرض الا ما انا ما عطيته لكش. نعم. مادام ما انا مانيش حاب نعطيه لك ما لازمش تعرفه. عندي انتماء حزبي ما لازمش تعرفه. عندي انتماء عرقي عرقي ديني ما. نعم. لازمش تعرفه. وكاين غير القانون حدد حالات خاصه وين نقدر تعرف. مثلا حزمه راح يدخل عنده شخص باش ينتمي للحزب، من حقه يسالو انت واش من الحزب كنت في هذه الحاله. نعم. ولا جمعيه دينيه راح تقدر تسال الشخص انت يا واش الديانه تاعك. نعم. تدخل في جمعيه دينيه وانت يا مثلا اتي. هذا هو لا دوك القانون حدد الحالات الخاصه اللي نعيطوا لها المعطيات الحساسه، البيانات الحساسه اللي منعنا القانون. نعم. طيب استاذ تاج الدين، بالنسبه للمبادئ الاساسيه، هل كان فيه يعني
مبادئ هي نفس المبادئ يعني اللي ترتكز عليها في العدل القوانين الجزائرية أم تختلف؟ لا، المبادئ الأساسية اللي جاء بها القانون 1807 هي مبادئ اللي موجودة في العالم كامل وموجودة حتى في لانورم إيزو 27701، يعني حاجة موجودة، ولكن كاين خصوصية في القانون تاعنا طبعا. كل قانون راح يدير الخصوصية تاعه، لكن المبادئ هي مبادئ نفسها تقريبا في جميع القوانين اللي تفرض حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المبادئ وشنو هي؟ أولا لازم تسأل نفسك، هل عندي الحق معالجة هذه المعطيات ذات الطابع الشخصي؟ يعني طولها مبدأ الشرعية والنزاهة. نعم. أسكو عندي الحق نعالج المعطيات؟ بكري ما كناش نقولوا أسكو عندي الحق، قولوا أعطيني المعطيات تاعك ويعطيني المعطيات تاعه. صحيح. اليوم لازم نسأل نفسي، والقانون جاري بسبع قواعد اللي نبني عليها: الموافقة الصريحة تاع الشخص، أو التزام قانوني، أو عقد ما قبل العقد، أو حالة غاية مشروعة للمسؤول عن المعالجة. مثلا الموافقة الصريحة، أنا كي نعطي تقول لي أعطيني معلوماتك باش نبعث لك ديزوفر، يعني حاجة ماركتينج، لازم تدي الموافقة تاعي باش تبعث لي. والقانون الشرط أنه في أي لحظة نقدر نسحب الموافقة تاعي. التزام قانوني، مثلا كي تدخل تعمل في اي شركه، هذيك الشركه لازم تصرح بك للضمان الاجتماعي. نعم. علاش تصرح بك الضمان الاجتماعي؟ خاطرش كاين قانون يفرض عليها، اذا نعيطوا له هذا التزام قانوني، اذا مشروع المعالجه هذه مشروع. عقد ما قبل العقد، مثلا تجي تطلب مني فاتوره باش تشريت عليا وندير لك فاتوره، لازم ندي المعلومات تاعك باش ندير لك هذه الفاتوره، هذه حاله تعاقديه. او ما قبل العقد تطلب لي فاتوره ابتدائيه، انا نجي نطلب منك فاتوره ابتدائيه، دونك عندك الحق تعالج المعطيات تاعي. نعم. حاله مشروعه، مثلا انا حبيت نحافظ على الامن في الشركه تاعي، حبيت ندير كاميرات مراقبه. نعم. هذه حاله مشروعه ثانيك للمسؤول عن المعالجه. هذا المبدا الاول، اذا الشرعيه والنزاهه. نعم. ولازم تكون نزيه مع الشخص، يعني ما لازمش تعطي له حاجه اللي ما يفهمهاش وانت تحتال عليه. نعم. باستعمال غير. المبدا الثاني هو مبدأ الأهداف والغايات المحددة، يعني اليوم كي تجي تعطي المعطيات تاعك، البيانات تاعك لهيئة تطلبها منك، لازم هذيك الهيئة قلنا تقول لك وشنو هما الغايات الأهداف اللي من أجلها تطلب لك هذه المعلومات وحدة، ولازم تحدد تعطيهم لك بطريقة واضحة. نعم. غايات محددة مسبقة واضحة. وما تقدرش، هذا مهم جدا، ما تقدرش تستعمل المعطيات تاعي لهدف ما قلته ليش من الاول. نعم. لازم كل الاهداف اللي قلتهم لي، اي القانون قال لك اللي تكون غير متناسقه مع الاهداف اللي قلتها لي من الاول. نعم. هذا المبدا الثاني تاع الاهداف. المبدا الثالث، لازم ما تلم جمع المعلومات الا المعلومات اللازمه لتحقيق الاهداف. انا مثلا حبيت نبعث لك نيوزليتر، أو يعني رسالة دورية بالإيميل، نطلب منك غير الإيميل تاعك، ما نطلب منك الاسم واللقب والتاريخ الميلاد، هذو معلومات زيادة. القانون قال لك ما تزيدش تجمعهم ما دام ما يصلحوش للغاية. ما تزيدش تجمعهم. وحتى كي نروح نشوفه في التصريح عند السلطة الوطنية، كل ما تدير له نوع من البيانات اللي تجمعها يقول لك هل تفيد الغاية أم لا. نعم. دونك هذا المبدأ الثالث. المبدأ الرابع، لازم تتحقق من المعلومات أن تكون صحيحة اللي تجمعها وكاملة ومحينة إن كان لازم الأمر. علاش؟ إحنا قلنا القانون هذا جاي يحمي الأشخاص. تخيل واحد دخل عند شركة جديدة وعطى لهم رقم الحساب تاعه باش يبعثوا له للصالير تاعه، وغلطوا في رقم الحساب، يعني الإنسان هذا راح نضروه، راح المعلومات تاع الدراهم تاعه ما راحش يدخلوا في البنك. نعم. دونك القانون جاء قال لك لازم تتحقق من صحة المعلومات. الحاجة الخامسة، قال لك القانون مدة حفظ المعلومات، وهذا مشكل كبير في الجزائر، لأنه كل الإدارات تحفظ إلى ما لا نهاية. نعم. البيانات. قال لك القانون من الآن فصاعدا ما تقدرش تحفظ البيانات تاع الأشخاص لمدة لا غير محددة. نعم. لازم تحدد لي المدة وتقول ليش حال نشدها عندك، ومن بعدها كي تلحق المدة هذه لازم تمحيها. والمبدأ السادس هو مبدأ الأمن
والسرية. واش معناتها؟ أنت إلا كنت تستعمل وسائل الإعلام الآلي في معالجة البيانات لازم تتحقق من الأمن تاعك، الأمن السيبراني. عندك أنتي فيروس، عندك بارفو، عندك كل الوسائل اللي تمنع تسرب المعلومات ولا الهاكر يدخل لها. وحتى كي تكون الأمن الورقي، عندك ملفات ورقية راهي مخزنة عندك، أسكو راك دايرها في خزانة مقفولة، أسكو راك أي واحد يدخل لها ولا لا، لا هذا ثانيك مهم جدا. ثالثا الخصوصية، أنا مادام راك تتعامل بمعطيات ذات الطابع الشخصي ما عندكش الحق أنه يطلع عليها واحد آخر غير مؤهل أنه يشوفها. إذا من الحاجات اللي نديروها كاع في المكاتب تاعنا، مثلا جاني واحد عطاني سيفي السيرة الذاتية تاعو باش الريكروتير نحطها فوق البيرو تاعي. تخيلي أنك كي نحطها فوق البيرو تاعي فوق المكتب تاعي ويمر أي شخص ولا تمر تاع النظافة أي تنظف في المكتب تشوف معلومات الشخص اللي ما كانش عنده الحق هي تشوفها بالخطا تاعي اللي حطيتهم فوق الفقل. دونك هذو هما وهذا خطا شائع. هذا خطا شائع ومعروف ودائما قاعد نديروه. على هذه اليوم هذا القانون راح يغير لنا طريقه العمل اليوميه تاعنا. يعني ما تقدرش تتخيلي بزاف حاجات راح يتغيروا باش نقدر نحافظ على الخصوصيه وتاع الحياه الشخصيه تاع الناس ونحافظ على امن المعلومات اللي راني نعالجها. لان عندي الحق نعالجها، لكن القانون قال لي هاي لك واش لازم تدير. هذو هما المبادئ اللي لازم تطبقهم باش ما يكونش تسرب للمعلومات، ما يكونش عندك معلومات زياده، ولازم تجاوب على الحقوق تاع الانسان. نعم. طيب في الختام استاذ تاج الدين بشير، بما أننا نتحدث عن الإطار القانوني، كيف له أن يتماشى ومثلا هذه الهيئات المعالجة للمعطيات ذات الطابع على الشخص؟ أوكي. إذن كيفاش الهيئات هذه اللي تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي اليوم اللي رايهم غير مطابقة للقانون تلحق لنقطة المطابقة؟ أول شيء لازمنا نحدد جميع المعالجات اللي رانا نديروها في هذه الهيئة. مثلا أي شركة عندها معالجة الموارد البشرية، الزبائن، الموردين، المحاسبة، كاميرات المراقبة إذا كان عندها، نقطة الدخول، نقطة المراقبة في الدخول للشركة إذا كانت عندها، هذو كاع معالجات. لكل معالجة لازم نعرفوا شكون هما أصناف الأشخاص اللي نعالجهم، أصناف المعطيات اللي نجمعها، ما هي الأهداف اللي نجمعها من أجلها، وين راهي مخزنة، مع من راني نشاركها، ومن بعد ما ندير كاع هذا العمل نروح ندير حق الإعلام اللي هضرنا عليه لكل هذا الناس حتى القدم، ندير لهم كاع حق الإعلام، ومن بعد نروح للمنصة نفتح حساب في منصة INPDP.DZ وراهم شارحين كيفاش تفتح الحساب، ونبدأ نصرح بالمعطيات تاعي. بعد ما نصرح بالمعالجات هذو ناخذ موعد عند السلطة الوطنية عن طريق الانترنت الموعد. يعطيوني موعد نروح نطبع المعالجات تاوعي وندير لها الختم ونمضيها، ونروح للسلطة الوطنية ندفعها. السلطة الوطنية مباشرة راح تشوف وتعطي لك يا اما وصل بالمعالجة، يعني سي بون دوك تجوز عند اللجنة، يا اما تعطي لك باللي لازم تغير حاجة في المعالجة هذه لانه ماهيش مطابقة للقانون. هذا هو باش كيفاش نتطابق مع القانون. شكرا لك أستاذ تاج الدين بشير الخبير في تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومؤلف كتاب حول الحكومة الإلكترونية في الجزائر. شكرا حقيقة على كل هذه التوضيحات وعلى هذه المعلومات المهمة، لأنه معظم المواطنين لا يعرفون ما لهم وما عليهم، خاصة فيما يخص البيانات. مواضيع هو موضوع ساعة صراحة، خاصة مع إطلاق عملية اكتتاب عدل 3، هكذا يكون حتى المواطن مؤمن ويكون أيضا هو أيضا مرتاح البال. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. بعد الجينجل، في جينجل فقرة 120 درجة، سنتحدث عن سبل خلق فرص استثمار حقيقية ما بين الأجانب والشركات الجزائرية في ظل قانون الاستثمار الجديد وأيضا البيئة الاستثمارية الجديدة للاقتصاد الجزائري. أيضا هناك عديد النوادي التي تطمح لأن تكون جسر تعاون لخلق فرص الاستثمار بين الجزائر ومختلف الدول. تابعوا.
عدد من المشاريع المقترحة من طرف الأجانب كاستثمار مباشر أو بالشراكة والمسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بلغ 113 مشروعاً، منها 43 استثماراً أجنبياً مباشراً و70 مشروعاً بالشراكة مع أجانب. الرقم الذي اعتبره خبراء أنه مؤشراً هاماً على تحسن مناخ الأعمال بالبلاد. من جهة أخرى، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة البحث عن فرص استثمارية في الجزائر في جميع المجالات الاقتصادية، بدءاً من القطاع الفلاحي والصناعات الثقيلة والطاقة وحتى المعالجة الصناعية وتصنيع الأدوية وغيرها من الصناعات الأخرى. في وقت بلغ حجم التجارة بين البلدين حالياً 4 مليارات دولار، باستثمارات مباشرة بلغت نحو 6 مليارات دولار. هذه الاستثمارات ترتكز على قطاعات نشاط تسمح بتقليص فاتورة الواردات كإنتاج المواد الأولية، حيث تعكس الأعداد الضخمة للمشاريع الاستثمارية في الجزائر التحسن الكبير لمناخ الأعمال في البلاد، وهذا بفضل المزايا التنافسية الكبيرة المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية المتوفرة، خاصة وأن طلبات الاستثمار في تزايد مستمر. La banque du club export du WTC ici en Algérie. Donc c'est une très belle opportunité pour nous et pour nos clients de pouvoir échanger sur les sujets du commerce international et pouvoir faciliter les échanges. Et la chance qu'on a d'être le membre du club export du WTC, c'est aussi de pouvoir bénéficier du réseau du WTCA qui est basé à New York. Et donc ça c'est aussi une chance pour nos clients et pour les membres ici pour pouvoir bénéficier effectivement de l'ensemble de ce réseau. أعداد الاستثمارات الضخمة تساهم في تكثيف استثمارات البلدان الأجنبية في الجزائر، منها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتزم مضاعفة استثماراتها في الجزائر من خلال الوصول إلى قطاعات أخرى من النشاط، كما تلتزم بالاستمرار في مثل هذه الاستثمارات، كون أن الجزائر وجهة مفضلة للاستثمار، نظراً لإمكانياتها الاقتصادية المتنوعة وإطارها المشجع للأعمال. Et je vois que WTC Association joue un rôle important pour faire connaître les partenaires et les opérateurs dans le domaine, dans plusieurs domaines, et faire lier des relations business afin de développer دعم الابتكار والتكنولوجيا لتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي تساهم في تعزيز الصادرات الجزائرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية تساهم هي الأخرى في الترويج للمنتوج الجزائري دولياً، مما يزيد من استثمارات الدول الأجنبية وترقية التصدير خارج المحروقة. إذن مشاهدينا، كان هذا حول دور مجالس الأعمال وكذلك نوادي التصدير مثل نادي World Trade Center نيويورك الذي قام بتنظيم هنا بالجزائر هذا الحدث الاقتصادي، نظمته World Trade Center الجزائري الخاصة بالجزائر، وهدفها هو الترويج للمنتوجات الجزائرية وخلق أيضا فرص الحوار وكذلك فرص استثمار جديدة في ظل قانون الاستثمار الجديد وكذلك البيئة الاستثمارية الجديدة التي تتميز بها الجزائر. عمل كبير ينتظر القطاع الاقتصادي وكذلك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لخلق مختلف الشراكات مع الشركاء الأجانب لاستقطابهم للمجيء والاستثمار في الجزائر باستثمار مباشر أو غير مباشر. سنعود ونتطرق إلى هذه النقطة في أعداد أخرى من برنامج رأس المال مع هدى رفقة ضيوف مختصين، وسنتحدث تحديثا عن الاستثمار أو استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية خارج إطار المحروقات في الجزائر. مشاهدينا، بهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من رأس المال مع هدى.
أشكر كل فريق الأعداد وكذلك الفريق التقني وأيضا الراعي الرسمي للبرنامج مجمع شركات حسناوي. سهرة ممتعة رفقة باقي برامج قناة الاقتصادية الأولى 8 مساء يوميا بتوقيت الجزائر، هو توقيت رأس المال معهودة. إلى اللقاء.